السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد وجهان برقيتي شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج. وزارة الصحة تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. المملكة تفتتح جناحها بمعرض فارمبرا الدولي للطيران في لندن. ومجلس شؤون الجامعات يعلن رفع القبول في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كانت عليه في 2020. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله برقيتي شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وزير الداخلية وجميع الجهات المشاركة في مهمة الحج، مشيدين بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 405 حالات تعافي جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 98% من إجمالي الإصابات المسجلة. أظهرت البيانات تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 9233 حالة يرحمهم الله جميعا. أعلنت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات العناية المركزة بلغ 145 حالة حرجة. افتتحت المملكة جناحها المشارك في معرض فارمبرا الدولي للطيران 2022 والذي يحمل شعار استثمر في السعودية، وتقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي. وتهدف مشاركة المملكة في المعرض إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من انفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. أصدر مجلس شؤون الجامعات عددا من القرارات لرفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، والتي تضمنت رفع القبول في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كانت عليه عام 2020، مع تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير الملائمة لسوق العمل لمدة 5 سنوات. بداية عهد جديد لتحسين مخرجات التعليم الجامعي بمواكبة واقعية لسوق العمل برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مجلس شؤون الجامعات يصدر عددا من القرارات لرفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية. وتلبية لاحتياجات سوق العمل تضمنت القرارات رفع القبول في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2020، مع تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير الملائمة لسوق العمل لمدة 5 سنوات، على أن يتم تقييم مخرجات تطبيقه بعد مرور 3 سنوات. ولرفع المستوى المهاري لطلاب الجامعات أصدر المجلس أيضا قرارا بتطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات بما ينعكس على إعدادهم في سوق العمل بكفاءة وفاعلية للرفع من مستوى تنافسيتهم محليا وعالميا. متابعة حثيثة من الجامعات لخريجيها
بقياس نسبة توظيفهم لكل تخصص، وإذا كان بدوام جزئي أو كامل. كذلك معدلات الموظفين في مجال دراستهم ومتوسط رواتبهم على أن يتم تضمينها في التقرير النصف السنوي للوصول إلى أعلى معايير الدقة في تقييم القرارات ونتائجها على سوق العمل والتوطين. إصلاحات متواصلة وتخطيط استراتيجي لا يتوقف لإعداد أجيال ذي مهارات عالية لتحمل المسؤولية الوطنية في تحقيق رؤية 2030 وخفض مستويات البطالة وفق مستهدفاتها إلى 7%، مع رفع القدرات التنافسية للشباب السعودي في مجتمع قائم على الاقتصاد المعرفي. هذا وأكد المتحدث باسم التعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري بأن قرار رفع عدد القبول سيدعم سوق العمل وتطوير المخرجات التعليمية وفق احتياجات سوق العمل. هذه القرارات جاءت لتؤكد على أهمية تحسين المخرجات العملية التعليمية التي أيضا تسهم في سد احتياج سوق العمل. هذه القرارات جاءت على مستوى رفع في هذه التخصصات بالكليات النوعية، وأيضا خفض في القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل. سيبدأ بالعمل بهذه القرارات من هذا العام للجامعات، وأيضا هذه القرارات تعمل كافة الجامعات اليوم على تضمينها في أعداد القبول للطلاب والطالبات للعام القادم بإذن الله. وأيضا أود أن أؤكد هنا أنه الجزئية الخاصة بالقرارات التي صدرت في قياس نسبة توظيف خريجي الجامعات، هذه مسألة مهمة في قضية وضع هذه البيانات والمعلومات على موقع الجامعات ومتابعتها أيضا، وقياس نسب توظيف خريجيها لكل تخصص، وأيضا نسبة الخريجين اللي تم توظيفهم في مجال دراستهم. حققت المملكة جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولية 2022 في دورتها 33 في جمهورية أرمينيا بمشاركة 237 طالبا من 64 دولة. وحصد الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، كما حقق الطالب نواف المطير بالثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير. بعد رحلة إعدادهما وتأهيلهما في موهبة، تلقيا خلالهما 2000 ساعة تدريبا على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب. كما حققت المملكة عبر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة وزارة التعليم 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022 الذي أقيم عن بعد في الصين. وحصلت المملكة من خلال مشاركتها 12 على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير من بين 326 طالبا من 84 دولة، حيث حصل الطالب محمد الهدلق على الميدالية الفضية، والطالب حسين الصفار على الميدالية البرونزية، والطالب علي آل يوسف على الميدالية البرونزية، فيما حقق الطالب عبد الله الممتن على شهادة تقدير. وقعت شركة وسط جدة للتطوير عقدا لتصميم معلم الاستاد الرياضي بمشروع وسط جدة.
وذلك مع شركتي جي ام بي انترناشنال سبين جي ام بي اتش وخطيب عالمي، وذلك ضمن خطتها لتسريع وتيرة العمل بمشروع وسط جدة بهدف صناعة وجهة عالمية في قلب المدينة. وتمد تصميم الاستاد الرياضي وفق معايير عالمية تبرز الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافية، لا سيما أن الاستاد الرياضي يهدف لتعزيز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة، حيث يتضمن المعلم حدائق بمساحات خضراء مفتوحة وملعبا رياضيا على مستوى عالمي ومنصة حية للعديد من الفعاليات تليق بالمحافل المحلية والإقليمية والدولية. في حدث تمتزج فيه الإبداعات السعودية والعالمية، يواصل مهرجان جاكس للفنون فعالياته في مقر بينالي الدرعية. المهرجان الذي دشنته وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يستهدف جميع شرائح المجتمع ويوفر مساحة لتذوق الإبداعات الفنية المحلية والعالمية. وتهدف وزارة الثقافة من مهرجان جاكس للفنون إلى خلق منصة ثقافية ملهمة من خلال استضافة الفنانين والشركات لتقديم مجموعة من العروض وورش العمل التي تعزز التبادلات الثقافية المساهمة في إنتاج أعمال مميزة وخلق منصة ملهمة للأجيال الناشئة. وإلى الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم والذي تحتضنه العاصمة الرياض، حيث تمكن الفريق البرازيلي فوريا من انتزاع لقب بطولة الركت لاوج، أولى بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز. ووسط حضور جماهيري غفير، تمكن الفريق اللاتيني من حسم لقب البطولة بفوزهم في المباراة النهائية بعد منافسة قوية مع فريق كولد سبورتس بمجموع 4 انتصارات مقابل لا شيء، وحصلوا بذلك على جائزة المركز الأول البالغة $500,000 التي تعد أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة $2,000,000، في حين حصل الفريق الوصيف على مبلغ $300,000. أكد المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل أن المملكة ستشهد موجة حارة ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47 و50 درجة مئوية. بالفعل أصدر المركز الوطني للأرصاد إدارة العمل توقعات الطقس والمناخ تقريرا عن حالة جوية متوقعة تبتدي هذا اليوم بارتفاع في درجات الحرارة. من المتوقع أن تكون درجات الحرارة كعظمى مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية على المنطقة الشرقية من المملكة، تصل درجات الحرارة مع هذه الرياح ما بين 47 حتى 50 درجة مئوية في الظل، خاصة في مناطق الشمالية الشرقية في القيصومة، النعيرية، حفر الباطن وهذه المناطق. وتكون درجات الحرارة كذلك حارة على الدمام والظهران والأحساء، متوقع إن شاء الله ابتداء من غد وبعد غد كذلك الحال أن تستمر هذه الموجة الحارة ويبدأ تأثيرها بشكل واضح ومباشر على منطقة الرياض. المناطق الشرقية منها وما بين شرق منطقة الرياض حتى المنطقة الشرقية، هذه المناطق متوقع أن تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 45 حتى 47 درجة مئوية، كذلك الحال على شرق منطقة القصيم وشرق المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى الأجزاء الداخلية من منطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع النخل متوقع عليها ارتفاع في درجات الحرارة قد يصل إلى 48 درجة مئوية. ونشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يوجهان برقيتي شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج. وزارة الصحة تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. المملكة تفتتح جناحها بمعرض فارنبرا الدولي للطيران في لندن. ومجلس شؤون الجامعات يعلن رفع القبول في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كانت عليه في 2020. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم على خير في أمان الله.